سيادة رئيس الجمهورية، بسم الله الرحمن الرحيم، حمداً وصلاة وسلاماً، احتفاءً بقيم العلم والمعرفة ببلادنا وتكريماً للمتفوقين في جميع مجالات التحصيل العلمي والمعرفي وحفزهم على مزيد النجاح والتألق، يشرف سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة 16 من شهر أوت سنة 24 و2000 على موكب الاحتفال بيوم العلم بعنوان السنة الدراسية والجامعية المنقضية بحضور السيد رئيس الحكومة وثلة من السيدات والسادة أعضائها وسامي إطارات الدولة التونسية والمحتفى بهم من المتفوقين وأوليائهم. في افتتاح هذا الموكب يتفضل سيادة رئيس الجمهورية بإلقاء كلمته بالمناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. أيها الملأ الكريم، أتوجه إليكم في البداية بأحر التهاني لكل الناجحين، وبالشكر الجزيل لكل من رافق هؤلاء الناجحين المتميزين وهيأ لهم سبل النجاح من أفراد أسرهم، من المعلمين والأساتذة، من الإداريين، ومن كل عون مهما كانت وظيفته وأياً كان موقعه في سائر المؤسسات التعليمية. كما يقتضي الواجب، أن أتوجه إلى من لم يحالفهم الحظ في النجاح بأن لا ييأسوا ولا يقنطوا ولا يستكينوا، فالفشل هو التجربة المرة التي يمكن أن تمهد للتميز ولفرحة النجاح. وقد يرد البعض أسباب الفشل إلى عوامل ذاتية، ولكنها في أكثر الأحيان عوامل موضوعية تتصل بعناصر كثيرة أخرى ليس أقلها الأوضاع الاجتماعية وشظف العيش وصعوبة التنقل والوضع المتردي لعديد المؤسسات التعليمية. وإذا بقيت هذه الأوضاع قائمة فلا يمكن أن تتحقق العدالة التي ننشدها جميعاً في التربية وفي التعليم وفي غيرهما من المرافق الأخرى. إن ثروتنا البشرية هي ثروتنا التي لا تنضب، والمسؤولية الوطنية تقتضي أن يوفر لهم الحظ نفسه، وتوفر لهم نفس الظروف للتعلم والنجاح والتألق. ولا ينكر في هذا الإطار إلا جاحد الجهود التي بذلتها الدولة التونسية إثر الاستقلال في نشر التعليم في كافة أنحاء البلاد، فأكثر من ثلث ميزانية الدولة كانت مخصصة للتربية والتعليم. كما لا يمكن إنكار مطالب إصلاح التعليم قبل الاحتلال وإثره، فإصلاح التعليم ارتبط بالحركة الإصلاحية
وإنشاء المدرسة الصادقية سنة 75 و800 وألف من بين مظاهرها. ارتبط بالحركة الإصلاحية، وارتبط أيضاً بحركة التحرير الوطني، واستمر إثر ذلك إثر الاستقلال مع قانون نوفمبر من سنة 58 و900 وألف، في الوقت الذي كان فيه المجلس القومي التأسيسي يتولى وضع الدستور الأول للجمهورية التونسية. قد تكون بعض الاختيارات قابلة للنقاش عند البعض كأي اختيار وفي أي مجال، ولكن النتائج التي تحققت جديرة بالتنويه عموما وحقيقة بالإكبار. ولك، ودائما هناك استدراكات مؤسفة، ولكن منذ سنوات 80 من القرن الماضي توالت التغييرات والتعديلات تحت عناوين الإصلاح، بل إن بعضها فرض من الخارج فرضا، فتراجعت المكتسبات عوض أن يتم دعمها ويتم تطويرها، دعمها وتطويرها في ظل اختيارات وطنية خالصة تتلائم مع تطورات العلبية المتسارعة وتستجيب لحاجياتنا وتطلعاتنا في المقام الأول قبل أي مقام. وانطلاقاً من الإيمان العميق بضرورة إصلاح وطني شامل، وفي ظل حرب التحرير الوطنية التي نخوضها، تم إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نص الدستور، ويتم العمل وبنسق حثيث هذه الأيام لإعداد المشروع المتعلق بتنظيم هذه المؤسسة الدستورية، حتى يتم النأي بالتربية والتعليم عن تقلبات السياسة والاختيارات الخاطئة التي لا يمكن تداركها إلا بعد مرور عقدين من الزمن على الأقل. وكما لا يمكن إنكار النجاحات التي تحققت، وكما لا يمكن أيضاً إنكار الأخطاء أو تجاهل الجرائم التي ارتكبت في هذا القطاع الذي هو من قطاعات السيادة، لا يمكن في الوقت نفسه إلا أن نفتخر بالكفاءات التونسية في كافة المجالات في تونس وفي كل أنحاء العالم. وحين يقال أحياناً أننا مستعدون لمنحكم قروضاً من بعض المؤسسات المالية الدولية، يكون الجواب: هل أنتم الذين تقرضوننا أم نحن هم المقرضون؟ فكفاءاتنا ونخبنا في سائر الاختصاصات لا يمكن تقديرها بثمن بأي عملة أجنبية كانت. أن تونس ليست ضد التعاون، ولكنها حقيقة يجب الإصداع بها ويجب أن توضع في الاعتبار في علاقاتنا الدولية. أيها الملأ الكريم، آن الأوان لأن نجد حلولاً نهائية لأننا نرفض أنصاف الحلول.
لوضعية المعلمين والأساتذة النواب ولأصحاب شهادات الدكتوراه تقوم على إنصافهم وفق معايير موضوعية تحفظ حقوقهم وحقوق الناشئة في نفس الوقت. هناك أحد المعلمين النواب من درس لمدة 3 سنوات ولم يتقاضى ولو مليما واحدا لإيمانه بنبل الرسالة. لن نقبل بأنصاف الحلول، لابد من حل شامل. حلول وفق معايير موضوعية مع التأكيد على أن الدولة لا تدار إلا بالقانون المنصف العادل، لا بمحاضر الجلسات ولا بالتصريحات ولا بصفحات التواصل الاجتماعي، لأن الدولة تقوم على القانون. ومن قبيل التزيد أن يقال دولة القانون، لأن الدولة تفترض وجود القانون المعبر عن الإرادة العامة، كما لا تقبل الدولة التونسية بأي تهديد مهما كان مصدره. والمعلمون والأساتذة يعون نبل رسالتهم وهم أسمى وأرقى من أن يتخذوا التلاميذ والطلبة رهائنة يساومون بهم. أننا نحتفل بيوم العلم، ولكن كل أيام السنة هي أيام علم، ولا خير في يوم بل في ساعة لا نتعلم فيها شيئا. نتعلم ولكن مع الحذر في هذه السنوات الأخيرة مما اصطلح على تسميته بالذكاء الاصطناعي، فلا بد من التحكم فيه بدل السماح له بالتحكم فينا، وهذا ما اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 من شهر مارس الماضي حين أقرت أن استخدامه يجب أن يتم بطريقة آمنة وموثوقة، لأن خلاف ذلك سيؤدي إلى تقويض الممارسات الديمقراطية وزيادة الاحتيال والاحتلال وفقدان الوظائف على نطاق واسع. في يوم العلم، العلم ليس ما فرض وحفظ، بل هو ما أضاف وما حرر وما نفع. وشكرا لكم على الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعترافاً بإسهاماتهم القيمة في إعلاء شأن العلم والمعرفة ببلادنا، وتكريماً لهم على ما بذلوه من مجهودات على امتداد مسيرتهم العلمية والمهنية، وعملاً بمجلة الأوسمة، قرر سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد النقيب الأكبر للأوسمة الوطنية منح الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم إلى السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
الصنف الثالث السيد أحمد السليمي مدير عام الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. إن شاء الله مبارك، إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله من وساما إلى آخر. ولا تنسى أن التربية أمانة، وأجيالنا القادمة أمانة، والناس أمانة. قلنا في جهود من أجل تونس لتحرير تونس. الحمد لله تعالى، من أهم المكتسبات التي يجب أن نحافظ عليها. فما ونساء كانت فاتن. عايشك الله يبارك فيك. عايشك. السيد فتحي محمد مدير عام التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية. إن شاء الله مبارك وبالتوفيق والتكوين البيداغوجي في المجال التربوي من بين أهم المواضيع التي يجب تطويرها. السيدة نيلة شعبان عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس. السيد أحمد بن الشيخ العربي مدير عام للتجديد الجامعي. التجديد الجامعي له قصة طويلة في تونس، ولكن التجديد الذي وقع في سنة 91 وفرضته في الوقت المؤسسات المالية المانحة، ولكن لابد من التجديد الجامعي انطلاقا من اختياراتنا. السيدة أحلام الدخلاوي حرم الشاطر المديرة العامة للشؤون الطالبية. مواصلة التعليم الجامعي، أن يتمكن من مواصلة التعليم والتعلم الجامعي في المبيدات وبالنسبة للمطاعم، دور كام جدا وأنت جديرة بنفي هذا المسألة. السيد علي البقلودي أستاذ تعليم عالي. إن شاء الله مبارك. شكرا.
شاء الله. سديد خدمة تونس ومن بعد نخوض حرب التحرير وإن شاء الله لا نخرج منها إلا منتصرين إن شاء الله. السيد حاتم المسيكني كاتب عام جامعة المنستير. جامعة المنستير هي كانت جامعة الوسط وقت التقري في كلية سويسرا، كانت تابعة لجامعة المنستير، وكان الدكتور الولادي اللي شد الجامعة راجل فاضل. لا قبل في العام 80 ما كان بالفعل هكا مؤمن ومستبطن فكرة التعليم ولا كلية الحقوق، كان كلية الطب وكلية الصيدلة في مصير أي، وثم بعض وعند مرحب جامعة وجامعات أخرى لا عديد في 14 ساعة لدي سوسة أي. الصنف الرابع السيدة راضية بن إسماعيل أستاذ أول بالمدرسة الإعدادية برقادة. تعبق برائحة التاريخ وتعبق برائحة العلم، و سعيد جدا تمنح هذا المساعدة. السيد أحمد بن جيمة أستاذ تعليم ثانوي بمعهد كفيف بسوسة. السيد مصطفى الذيبي أستاذ بالمدرسة الابتدائية 2 مارس 1934 بحاسي الفريد بالقصرين. سعيد جدا باش نتوسل من مدرسة حاسي الفريد، أعرفها جيدا، هي الأفقر ولكن فيها رجال وأكفاء وفيها صدق وثبات على المبدأ وعلى تحرير تونس. نعرفها جيدا حاسي الفريد والمنطقة كلها في القصرين، نعرف المعاناة الكبيرة ولكن نعرف الإرادة أيضا لتجاوز هذه الصعوبات،
ونعمل جيدين على أن توفر كل الظروف والشروط الموضوعية حتى يتمكن التلاميذ من الدراسة في ظروف ملائمة، في ظروف إنسانية ويتساوون فيها مع كل التلاميذ في سائر مناطق الجمهورية. إن شاء الله بقدرة الله تم التعهد لا زرت ونعرفها مليح ونعرف الولايات المصريين تقريبا كل القرى والعبادات بها. وكان آخر زيارة من الأقصار المقسومة الاثنين تابع الجزء، لكن الجزء اللي مشيت في ولاية المصريين إن شاء الله توفر كل الظروف للنجاح والتميز وأنتم تجيبون بمثل هذا الوسام. السيد الطاهر بن محمد عامل بمعهد كركر بالمهدية. يا أهلا وسهلا. مدينة كركر كانت آخر زيارة كركر. وسعيد جدا بشكون أنت العامل دوره لا يقل أهمية عن دور الأستاذ وعن دور المربي. فإذا كان ثم من عوامل النجاح وتميز تلامذة فالدور أيضا يعود لمثلكم ولأمثالكم. عايش وأمانة في أعناقنا. سلم عليكم. باش تجي إن شاء الله الاعتمادات لخطر باش يتمكنوا زادة من الدراسة في ظروف مخبول بالفعل على النقل. اليوم أمس كان الاجتماع حول النقل وخاصة الإعلام لكل التونسيين زاد أيضا النقل المدرسي لأنه يعني يقطع 4-5 كيلومترات باش يوصل. لا نعرف كل الظروف وشعر بها. وبالنسبة لي هي القضية الرئيسية الأولى بالنسبة للتونسيين يتمتع بكل المرافق العمومية على قدم المساواة. تتفضل الآن السيدة سلوى العباسي وزيرة التربية بإلقاء كلمتها بالمناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة سيادة رئيس الجمهورية، السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة أعضاء الحكومة، ضيوفنا الكرام من أولياء التلاميذ، بناتي وأبنائي ثمرة هذه المنظومة التربوية الطيبة، اسمحوا لي سيادة رئيس الجمهورية بادئا أن أعبر عن أسمى معاني التقدير وخالص الشكر لتفضل سيادتكم بالإشراف على موكب الاحتفال بيوم العلم، هذا الموعد الوطني التاريخي المتجدد الذي تحتفي فيه تونس بفخر واعتزاز ببناتها وأبنائها المتفوقين، وتكرم فيه الأسرة التربوية بمختلف مكوناتها، وذلك بعد مسارات دؤوبة من البذل والجهد والإيمان الراسخ بأنه لا مستقبل لأي شعب إلا بتعليم وطني يتوفر للجميع على قدم المساواة. واسمحوا لي سيادتكم بأن أقتبس من بعض خطاباتكم. وإن احتفاءنا سنوياً بهذه المناسبة لتدليل صادق ناجز على أن تونس بلد العلم وقبلة المعرفة، فضلاً
عما تحظى به الأسرة التربوية من تبجيل وتقدير واعتراف بالأفضال في مجتمع التربية والمعرفة، وما فعل التعليم إلا فعل يحتمل في مشتركه الدلالي على معنيي العلم بالشيء والعلامة، أما العلم فصناعة وفضل وخبرات، وأما العلامة فأثر يتداول ويتوارث جيلاً بعد جيلاً. التعليم هو مفتاح تنمية أمتنا ومستقبلها. حضرات السيدات والسادة وسيادة رئيس الجمهورية، طبعاً لقد عملت وزارة التربية طيلة هذه السنة الدراسية المنقضية على إعادة الروح إلى العملية التربوية، وذلك بوقوف دقيق على مسببات فشل هذه المنظومة مدة سنوات، ومحاولة تقصي ضعف مكتسباتها ومآتي تنامي ظواهر التسرب المدرسي والغش والعنف، فضلاً عن ضروب السلوك المحفوف بالمخاطر فيها. فكانت الاستشارة الوطنية، وحاولنا قدر الإمكان أن نستأنس بمخرجاتها لنتخذ جملة من التدابير في شكل حزمة إصلاحات عاجلة في انتظار الإصلاح الكبير الذي يتناغم مع منشودنا التربوي المجتمعي الكبير بعد إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم والتكوين. وفي هذا كان العمل على إنجاح امتحاناتنا الوطنية وحسن تنظيمها وجعلها تنجز في مواعيدها المقررة وتشهد سيراً طبيعياً بفضل تضافر جهود المتدخلين فيها من شتى الأسلاك، فضلاً عما سخرته الدولة من موارد مادية ولوجستية. كل هذا أفضى إلى إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام، فكانت نتائج مشرفة في جميع الشعب وخاصة في شعبة الرياضيات. واليوم سنحتفي بباقة من المتواجدين من بناتنا وأبنائنا تأكيداً على هذا النجاح المستدام. أيضاً عنينا منذ أن تحملنا أمانة هذه الوزارة على أن نجعلها وزارة التربية، وأن ننقي كل ما فيها من مظاهر الفساد والاختلال، فأرسينا خلية الحوكمة ومقاومة الفساد التي شرعت في تلقي عديد الملفات التي تجاوزت 1000 الآن. ثم سعينا إلى رد الحقوق إلى أصحابها وإلى منع كل مظاهر الظلم والتجاوزات. وبناء على التوجيهات السامية لسيادة رئيس الجمهورية والمتعلقة أساساً بالإسراع ببلورة حل نهائي للملف المعلمين والأساتذة النواب، وأيضاً طبعاً لدينا فئات متعاقدة أخرى وفقاً لمعايير موضوعية تضمن تكافؤ الفرص للجميع، وبناء على مقاييس منصفة تؤمن جودة المنظومة التربوية، عملت وزارة التربية على تثبيت مسار مدروس مبتدأه الرقمنة والقطع مع الممارسات اليدوية التي كانت محفوفة بالشبهات والفساد وضياع الملفات. حاولنا قدر الإمكان أن نحيد العامل البشري الذي أسهم في بطء المعالجة وفي جعل هذا الملف كما يسميه المدافعون عنه من أصحابه شيخ الملفات. ثم
سعينا إلى حوكمته نهائيا بالرقمنة التي هي إلى حد هذه اللحظة محل متابعة وتدقيق وحوكمة. ثم في نفس السياق نستعد لعودة مدرسية آمنة مستقرة شعارها الأول المدرسة الكريمة التي تحفظ كرامة الطفل التونسي فتوفر له أبسط المرافق الصحية والماء الصالح للشراب، وهذا بتضافر ضمن جهود الحكومة وخاصة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية. ثم نحن نعنى عناية فائقة هذه الأيام بعمل حثيث دؤوب بالمطاعم والمبيتات والمدارس في قاعاتها وتجهيزاتها. ثم وفي نفس السياق حرصت وزارة التربية على استيفاء كل مراحل طباعة الكتاب المدرسي في آجال معقولة وبشكل استباقي مبكر، وسنكمل بقية الإجراءات المتعلقة بالسنة الدراسية بأن نعنى بتنظيماتها وأهرامات أقسامها، وأن نسد خلة الجداول وأن نمنع كل أنواع الهدر التي يذهب ضحيتها التلميذ بالساعات الجوفاء، وأيضا يكون المربي تحت ضغط الحيف بجداول لا تستجيب إلى أبسط مقومات البيداغوجيا والإنصاف. حضرات السيدات والسادة وأيضا سيادة رئيس الجمهورية، لا يسعني في خاتمة كلمتي إلا أن أتوجه بتهانية الحارة إلى كافة أبنائنا التلاميذ الناجحين في مختلف الامتحانات المدرسية والوطنية وإلى عائلاتهم، وكذلك الطلبة وكل من سيحظى بالتهنئة والتوسيم والتكريم في هذا اليوم. وسنستمر في مسيرة الإصلاح والإنجاز وتحويل الوعود إلى فعل صادق حقيقي تتقصاه الأعين، تدركه البصائر وتحاجج عليه العقول بأدلة ثابتة. دام وطننا عزيزاً منيعاً، وطن المعرفة والعلم والفعل والصدق والإصلاح ومعركة التحرير. وجزيل الشكر. يتولى سيادة رئيس الجمهورية تكريم المتفوقين في مختلف المناظرات والشهادات والامتحانات الوطنية، وهم على التوالي: مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، التلميذة لينا حجي، المدرسة الابتدائية الخاصة الروابي القصرين، المعدل 1965. في مدينة القصرين. مناظرة الحصول على شهادة ختم التعليم الأساسي العام، التلميذة ميسم الدريسي، المعهد النموذجي بسليانة، المعدل 19-12. ماشي بعيدة.
شهادة البكالوريا شعبة الرياضيات التلميذ رامز مسيك المعهد النموذجي محمد معروف بسوسة المعدل 20-15. شعبة العلوم التجريبية التلميذة فردوس العياري المعهد النموذجي بنابل المعدل 19-72. شعبة العلوم التقنية التلميذة سيرين حوالة المعهد النموذجي محمد فرج الشادلي بأريانا المعدل 19-22. شعبة العلوم الإعلامية التلميذة نديل مسلماني معهد عبد العزيز الخوجة بقليبيا المعدل 19-11. شعبة الاقتصاد والتصرف التلميذة ميا بالحاجة الحومة معهد ابن أبي ثياث بمنوبة المعدل 18-87. شعبة الرياضة التلميذة سلمى العجور معهد برجيبة بالمنستير المعدل 18-47. شعبة الأداب التلميذة أماني بسيس معهد ابن أبي ثياث بمنوبة المعدل 17-37. الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بمؤسسات التعليم الأساسي والتعليم الثانوي ومدارس المهن عن المرحلة الابتدائية. الجائزة الأولى للمدرسة الابتدائية القلعة 2 المندوبية الجهوية للتربية ببلي، وتتسلم الجائزة مديرة المدرسة السيدة بهيجة العبيدي. النوادي اللي كانت موجودة في وقت الألقان اللي بالفعل نهضت بالمجتمع التونسي. شان رافد من روافد مش رافد
أكثر من هذا يفتح أفاق أوسع. أنا ولعب الدور كبير في يوم الأوقات من هذا الهدف. إن شاء الله قديم موفق ناجح إن شاء الله. يخرج جيل جديد مثقف لا في التعليم ولكن أيضا في الجوانب المتعلقة بالثقافة بالمعرفة. الجائزة الثانية للمدرسة الابتدائية الأمانة سقيط الدير المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2، ويتسلم الجائزة مدير المدرسة السيد محمد الحاج طيب. ليست مهنة ولكن أفضل معنا حتى مهنة لا ترتقي لوصفها من أهم الرسائل والأمنات رسالة التعليم. عن المرحلة الإعدادية الجائزة الأولى للمدرسة الإعدادية المسطورية المندوبية الجهوية للتربية بتتاوين، ويتسلم الجائزة مدير المدرسة الإعدادية السيد محمد الليلي. الجائزة الثانية للمدرسة الإعدادية النموذجية المنجي عبيد المندوبية الجهوية بصفاقس 2، ويتسلم الجائزة مدير المدرسة الإعدادية النموذجية السيد ماهر الفخفاخ. القدرات البشرية هي ثروتها الحقيقية التي لا تشح ولا يصيبها الهباس. التعليم الثانوي الجائزة الأولى لمعهد الفاضل بن عاشور المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2، وتتسلم الجائزة مديرة المعهد السيدة سوسن عبد المولى. ليس الصبح بقريب ويتحدث فيها إصلاح تعليم الزيتون إن شاء الله. بالفعل إرث للأسف على السنوات اللي تمت على ضرب المرقب العمومي للتعليم من بداية من السنوات 90 خلتنا في الوضع هذا. ثم بعد ذلك جاءت الاتفاقيات وحضر الجلسات والوضعيات غير معقولة غير معقولة، ولكن إن شاء الله قدرة الله تتوفر الاعتمادات كما توفرت أثر الاستقلال، لأنه من أهم قطاعات السيادة في تونس. طيب. من أهم قطاعات السيادة يوم العلم، كل يوم هو يوم العلم. الجائزة الثانية لمعهد المحمدية 2 المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس،
ويتسلم الجائزة مدير المعهد السيد مجدي التليلي. كل مرافق المعهد اللي حاضر بالأساتذة وإن شاء الله دائما إن شاء الله ربي يوفقنا أجمعين. يتفضل الآن السيد المنصور بكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإلقاء كلمته بالمناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة رئيس الجمهورية، السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة أعضاء الحكومة، السيدات والسادة ممثلي الأسرة التربوية والتكوينية والجامعية، بناتنا وأبنائنا الأعزاء، تمثل هذه المناسبة الوطنية المتميزة التي دأبت رئاسة الجمهورية على تنظيمها للاحتفاء بالعلم والمعرفة وتكريماً لأهلها، تأكيداً متواصلاً على أهمية الاستثمار في الرأس المال البشري باعتباره ثروتنا الحقيقية التي لا تنضب، والسبيل السليم لتحقيق الأهداف الوطنية المتصلة بالسيادة والتنمية والرقي وخلق الثروة. واسمحوا لي بأن أتوجه بأحر التهاني لهذه النخبة من بناتنا وأبنائنا التلاميذ والطلبة الذين بذلوا قصارى جهدهم وحققوا إنجازات مميزة، راجياً لهم مزيداً من التفوق والنجاح. سيادة رئيس الجمهورية، الحضور الكريم، نحن اليوم في مرحلة محورية من تاريخ بلادنا تتطلب التفكير والاستشراف في مهن الغد لوضع البرامج التكوينية الأنسب لشبابنا ومنحهم الوسائل والفرص ليكونوا فاعلين أساسيين في التغيير والتكيف والصمود، خصوصاً مع التغيرات المناخية واقتراح نماذج للاقتصاد الدائري من جهة أخرى، بما يحقق الأمن الغذائي والطاقي والمائي لبلادنا، وهو ما دفعنا إلى العمل على ضبط التوجهات الاستراتيجية التي ستقود القطاع خلال المرحلة القادمة إلى تحقيق أهداف هامة يجمع بينها: أولاً، استهداف الجودة كخيط ناظم، ثانياً، تعزيز التشغيلية والتشغيل الذاتي كغاية، ثالثاً، إرساء نظام يقظة في مجال التكوين والبحث العلمي. وباعتبار أن الطالب هو محور منظومة التعليم العالي، تولت الوزارة تحديد أهداف ترمي إلى تطوير الحياة الجامعية من خلال تحسين مؤشرات أنشطة التكفل بالطالب داخل المحيط الجامعي على مستوى ظروف الإيواء والإعاشة، وتمكينه من المنح والمساعدات الاجتماعية، إلى جانب التكفل به على المستوى الصحي وتمكينه من الفرص لصقل شخصيته وتنمية مواهبه عبر تعاطي مختلف الأنشطة العلمية والثقافية والترفيهية والرياضية. فتم تخصيص نسبة 50% من ميزانية الوزارة دون اعتبار قسم التأجير لسنة 2023 وكذلك 2024 لبرنامج الخادمات الجامعية لوحدها، ومن الصعب جدا وجود هذه النسبة في بلد آخر. وتم تمكين حوالي 170 ألف طالب من المنح والمساعدات الجامعية بعنوان السنة الجامعية الفارطة، هذا بالإضافة إلى دعم قدراتنا في تعزيز طاقة الإيواء بالنسبة للطلبة. وتأتي الأنشطة المذكورة لتبين حجم استثمارات الدولة
في مجال تطوير الحياة الجامعية، والتي تهدف إلى إعادة تشغيل المصعد الاجتماعي الذي تم تعطيله لعدة سنوات. سيادة رئيس الجمهورية، الحضور الكريم، نظراً للترابط العضوي بين جودة التكوين والتشغيل، وصلنا التمشي الهادف إلى إصلاح التكوين الجامعي وتطويره ودعم تشغيلية خريجي التعليم العالي، انطلاقاً من تشخيص دقيق للواقع والإشكاليات التي تجابهها منظومتنا الوطنية في مرحلتها الحيوية الحالية، متمظهرة خاصة في عدم تناسب إعداد الطلبة مع الموارد المتاحة، وتفاوت جاذبية بعض مسارات التكوين من مجال إلى آخر ومن مؤسسة إلى أخرى، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة في بعض الاختصاصات. فكان من الحتمي أن تحظى مسألة التعديل التدريجي لخارطة عروض التكوين في سبيل تلبية مقتضيات التنمية الوطنية والاستجابة لحاجيات سوق الشغل بالأولوية القصوى خلال هذه السنة. فتم إعداد دليل مرجعي لتأهيل مسارات التكوين سيقع اعتماده انطلاقا من السنة الجامعية المقبلة، والذي سيمكن من إعادة صياغة محتوى عروض التكوين وإدارتها بما يتماشى مع نموذج متجدد يخول دعم اكتساب كل خريج للمهارات الوظيفية والذاتية التي ستساعده على الاندماج المهني السريع، وهو ما سيمكننا من خلق فرص لخريجي التعليم العالي للمساهمة في بناء اقتصاد المعرفة الذي اعتمدته الدولة كخيار استراتيجي، والاستفادة من كفاءاتنا والمحافظة عليهم بيننا. كما تمت مراجعة مسار وآليات تأهيل مؤسسات التعليم العالي لإسناد مختلف الشهادات الوطنية بهدف إضفاء مزيد من الحوكمة وترشيد الموارد المتاحة، وهو ما تم تضمينه بمشروع أمر. هذا بالإضافة إلى إعداد تصور متكامل لتطوير دراسة الدكتوراه بما يمكن من الرفع من جودتها وتعزيز دورها صلب المنظومة الوطنية للبحث العلمي، وهو ما تم تضمينه بمشروع أمر. وفي إطار الاستراتيجية القائمة على مزيد ترشيد الموارد وتحقيق التلائم المطلوب بين التكوين ومقتضيات التشغيل على ضوء معطيات الاقتصاد الحديث، تم بمقتضى أوامر صدرت خلال هذه السنة إحداث المعهد العالي للهندسة الرقمية بتونس، الذي سيحل بداية من السنة الجامعية المقبلة محل المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس، بما يساهم في تكوين جيل جديد من الموارد البشرية المختصة لمواكبة التحولات العميقة والمتسارعة التي يشهدها العالم في عديد الاختصاصات الحيوية. تم كذلك إحداث المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بقفصة، وهي مؤسسة جامعية تحت إشراف مزدوج مع وزارة الصحة، ترمي إلى تعزيز تكوين الإطارات في الاختصاصات شبه الطبية باعتبارها مسارات تكوينية ذات قدرة تشغيلية عالية. وسيمكن هذا الأحداث الجديد بفضاء كلية العلوم بقفصة من المساهمة في النهوض بجودة الخدمات الصحية داخل البلاد. وإيمانا بأن الجامعة مصدرا لإشعاع الفكر والمعرفة، عملنا بالتوازي مع إصلاح منظومة التكوين الجامعي على وضع إطار ترتيبي جديد يتعلق بالإخلاقيات الجامعية والعلمية ومكافحة الانتحال العلمي، يتضمن مجموعة الضوابط والقواعد المتعلقة بالنزاهة الأكاديمية والأمانة العلمية بما يتماشى مع التطورات والتغيرات التي يشهدها مجال البحث والنشر بصفة عامة، وهو مشروع تم عرضه أمس على أنظار مجلس الوزراء. سيادة رئيس الجمهورية، الحضور الكريم، إن الانخراط في مسار التعويل على قدراتنا الذاتية للرقي ببلادنا يمر حتما عبر البحث العلمي والتجديد، باعتباره رافدا محوريا للتنمية يمكن من بناء اقتصاد تنافسي
قائم على المعرفة والابتكار وقادرا على مجاراة النسق المتسارع الذي فرضته السياقات الدولية. فوصلنا خلال هذه السنة العمل القاعدي الذي يتخذ بعضا هيكليا بهدف تحسين أداء منظومة البحث العلمي ودعم إسهاماتها في المجهود الوطني انطلاقا من المهام الأساسية للبحث العلمي، أولها اليقظة التكنولوجية بمتابعة واقع القطاع في مختلف المجالات ورصد أهم المستجدات العلمية والتكنولوجية في العالم بما يساهم في مواكبتها، وذلك في إطار مسار إعداد استراتيجية وطنية للبحث والتجديد. وتتمثل المهمة الثانية في التحكم في التكنولوجيا بما يمكن من تعزيز القيمة المضافة ودعم التفاعل بين مختلف مكونات الاقتصاد الوطني والمنظومة الوطنية للبحث العلمي. بالإضافة إلى ذلك تم التوجه نحو تعزيز الإطار التنظيمي للملكية الفكرية لحماية نتائج البحوث العلمية والتشجيع على تسجيل براءات الاختراع. أما المهمة الثالثة فتتمثل في التركيز على المجالات والقطاعات ذات البعد الاستراتيجي لبلادنا والتي تحظى بأولوية فائقة بما يسمح بمواجهة مختلف التحديات التي تعيشها بلادنا ودعم المساهمة في التنمية المتكاملة والانتقال الطاقي والإيكولوجي والرقمي والاقتصادي. فعملنا على إعداد تصور متكامل بغاية مزيد ترشيد الموارد المتاحة وحسن توظيفها وتفادي تشتتها. وفي هذا الإطار تم الإعلان خلال شهر أبريل الفارط عن طلب ترشحات لأحداث الدفعة الأولى من مجمعات البحث كتجربة نموذجية تستهدف 4 قطاعات ذات أولوية وطنية قصوى: الأمن الطاقي والمائي، البيئة والتحول الإيكولوجي، التحول الرقمي والصناعي، التنمية المستدامة للمناطق البحرية، ودعم الاقتصاد الأزرق. وتشكل هذه التجربة النموذجية الخطوات الأساسية الرامية إلى تحويل وجهة البحث العلمي من منظومة قائمة على التكوين إلى منظومة قائمة على التثمين من خلال استغلال أمثل لمخرجات البحث العلمي خدمة للتنمية الوطنية بمختلف أبعادها. ولقد مكن رهان الدولة عن البحث العلمي من تمركز بلادنا في مراتب متقدمة حسب المؤشر العالمي للابتكار في مجالات مختلفة، منها المرتبة 10 من ضمن 130 دولة من حيث عدد المقالات العلمية والتقنية، المرتبة 5 دولياً من حيث عدد المتحصلين على الشهادة الجامعية في العلوم وفي الدراسات الهندسية باعتبار عدد السكان، المرتبة 3 في البرنامج الدولي للبحث العلمي تحت عنوان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي في حوض البحر المتوسط. هذا وحافظت تونس باعتبارها البلد العربي والإفريقي الوحيد على صفة البلد الشريك في أكبر البرامج البحثية العالمية وأضخمها تمويلاً أفق أوروبا، وهو مؤشر تميز واعتراف دولي بجودة منظومتنا البحثية. ومن جانب آخر فإننا مدركين بأن هذه النتائج الإيجابية لا تخفي عدداً من النقائص ذات العلاقة بتثمين نتائج البحث العلمي ونقل التكنولوجيا، وهو ما يستوجب العمل على مزيد التعاون والتفاعل مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي لتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية ورفاهية اجتماعية، خاصة وأن تونس تنتج المهارات والمعرفة بكثافة لكنها تستوعب القليل منها. سيادة رئيس الجمهورية، الحضور الكريم، لقد عملنا في إطار تنفيذ السياسات العامة للدولة على المساهمة في درء انعكاسات الفجوة الرقمية التي أفرزتها الفوارق في امتلاك وتوظيف التكنولوجيات الحديثة والمشاركة في بناء مجتمع معلومات جامع
هدفه الإنسان والتنمية. ولبلوغ هذا الهدف الاستراتيجي وضعنا الإطار الملائم لتطوير القطاع من خلال التكوين الجيد لطلبتنا وإنجاز جملة من المشاريع الهيكلية، منها أولاً تركيز منظومة السحاب الرقمي القطاعي للتعليم العالي والبحث العلمي، والذي تم إطلاق استغلال خدماتها ابتداء من شهر جوان الفارط، وهي منظومة تمكن من تخزين البيانات بأمان إذ تم اعتبار حمايتها مسألة أمن قومي. وتفتح هذه المنظومة المجال لتركيز برمجيات متطورة في عديد المجالات الواعدة على غرار الأمن السبرياني، بالإضافة إلى تأمين التكوين عن بعد بما في ذلك الأشغال التطبيقية. ثانياً، إرساء نظام معلومات قطاع مندمج أطلقنا عليه اسم نور، باعتبارها أداة أساسية وهامة للحوكمة والتخطيط والبرمجة، تمكن من اتخاذ القرارات الثابتة على أسس علمية موثوقة، كما تمكن من تبادل المعلومات البيانات بين مختلف المصالح المركزية واللامركزية، وتوفر خاصة جل خدمات الوزارة عن بعد. ثالثاً، تركيز مكتبة افتراضية تفاعلية ذكية سيادية بمهارات تونسية بحتة أطلقنا عليه اسم علم، ستتيح للطلبة والأساتذة والباحثين أينما وجدوا بداية من مفتتح السنة الجامعية القادمة من الاطلاع وبصفة مجانية على مختلف المراجع من كتب ومقالات علمية وأطروحات الدكتوراه وغيرها، وذلك في جميع الاختصاصات. هذا، وأسمحوا لي بهذه المناسبة أن أتوجه في حضرتكم بجزيل الشكر إلى جميع الكفاءات التونسية اللامعة من الداخل والخارج التي عملت دون انقطاع وبحس وطني عالي على هذا المشروع الرائد بتطوير المنظومة المعتمدة وتوفير حاسوب فائق السرعة بصفة مجانية. رابعاً، تركيز دليل موحد للشهادات الجامعية يتيح التثبت عن بعد من جميع أنواع الشهادات المسندة من قبل مؤسسات التعليم العالي، وتم إلى حد الآن إدراج أكثر من 30,000 شهادة جامعية. سيادة رئيس الجمهورية، الحضور الكريم، لقد جعلت الوزارة من دعم الجودة خياراً استراتيجياً، وقد أثمرت المجهودات الكبيرة التي بذلت على مدى سنوات نجاحات هامة، نذكر من بينها دخول 8 جامعات تونسية ضمن التصنيفات الدولية المعتمدة مع تحسين ترتيبها من سنة إلى أخرى، حصول كلية الطب وثلث مسارات التكوين الهندسي على الاعتماد الأكاديمي الدولي، انخراط الجامعات والمؤسسات الجامعية ودواوي الخدمات الجامعية والمطاعم الجامعية في تركيز أنظمة الجودة المطابقة للمعايير الدولية إيزو بكافة أصنافها، وتوجت مجهودات الأسرة الجامعية على حصول مؤسساتنا على أكثر من 70 شهادة إلى حد الآن. هذا علاوة على تركيز الوكالة التونسية للتقويم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي، التي ستمثل خاطرة لترسيخ ضمان الجودة الشاملة في كافة المجالات. وعلى الرغم من جملة المكاسب والنتائج الطيبة للجامعة التونسية والمستوى المتميز لكفاءاتنا، إلا أننا ندرك حجم النقائص والتحديات التي تنتظرنا، وإن قناعتنا راسخة بأن المجلس الأعلى للتربية والتعليم سيساهم بشكل فعال في تعزيز النظام التربوي والتعليمي بما يمكن من استعادة المنظومة الوطنية لعافيتها، وذلك عبر توحيد السياسات العامة في مجال التربية والتعليم وضمان تكاملها. هذا، وستمثل مخرجات الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم التي أذن سيادة رئيس الجمهورية بها وصدر تقريرها الأول في شهر فيفري الفارط، بنك معطيات مهمة يمكن للمجلس الاستئناس بها.
سيادة رئيس الجمهورية الحضور الكريم، في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي ظل موقف تونس الثابت قيادة وشعبا من الحق الفلسطيني المشروع، لا يفوتني أن أقف إجلالا وإكبارا لتضحيات شهدائه الأبرار، وأن أحيي صموده ونضالاته الباسلة وتمسكه بحقوقه المشروعة، خاصة في ظل ما يتعرض له من إبادة جماعية على يد الاحتلال الغاشم واستهداف ممنهج لقطاع التعليم من قتل وتدمير البنية التحتية التعليمية. وفي الختام اسمحوا لي أن أعبر عن اعتزازي بجملة المكاسب التي حققتها الجامعة التونسية، وأن أجدد التهاني الحارة لبناتنا وأبنائنا المتفوقين ولعائلاتهم، وأن أؤكد على أن العلم ليس مجرد وسيلة للحصول على شهادة، بل هو طريق لبناء مستقبل أفضل. فلنحافظ على شغف التعلم ولنستمر في السعي نحو المعرفة. أنتم أبنائنا أمل المستقبل، فواصلوا البذل والعطاء لتحقيق أحلامكم وطموحاتكم، والذود على حرمة الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه. وبهذه المناسبة أتقدم بأحر التهاني لكل من شملهم شرف التوسيم، كما أتوجه بتحية إكبار لكافة مكونات أسرة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي. فبفضل مجهودات الجميع حق لنا اليوم أن نحتفي ببناتنا وأبنائنا المتميزين. عاشت تونس حرة منيعة أبد الدهر، ومنارة علمية وثقافية وحضارية. عاشت الجامعة التونسية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتولى الآن سيادة رئيس الجمهورية تكريم المتفوقين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. المناظرة الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين، اختصاص رياضيات فيزياء، إيا المكور، المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس، جامعة صفاقس، المعدل 16.81. الآداب واللغات والمراحل التحضيرية الأدبية، الشهادة الوطنية للإجازة في الإسبانية، اختصاص تواصل الثقافات والسياحة، سارة صغير، المعهد العالي للغات بتونس، جامعة كارتاج، المعدل 17.76. شوف الصرحة طيبة باللغة العربية في الأندلس. صح. العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربية والتعليم، الشهادة الوطنية للإجازة في التربية والتعليم، اختصاص تربية وتعليم، أميمة إينوبلي، المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكاف، جامعة جندوبة، المعدل 16.77. العلوم الدينية، الشهادة الوطنية للإجازة في العلوم الإسلامية، اختصاص الدراسات الإسلامية، عبير الدندان، المعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان، جامعة الزيتونة، المعدل 15.63. شكرا.
المدرسة في تونس الزيتونية قبلها بالجامعة بالقيروان وبالفعل نعتز بمدرسة هو بالتصور وربما تعرف أول من تم طبع كتاب المقاصد للشرطي في تونس مقاصد الشريعة كان مخطوط وتم طبعه في تونس حول مقاصد الشريعة والمدرسة المقاصدية كان لها تأثير كبير في تطوير عديد التشريعات وكانت أول محاضرة للشيخ محمد الخضر حسين اللي كان الإمام الأكبر جامع الأزهر وهو الإمام الوحيد من غير المصريين عمل محاضرة في مدينة منزر حول الحرية في الإسلام وكان فكر متطور ومستنير هذا فضلا عن المقاصد الشيخ ابن عاشور ثم أخذوا عنها في المغرب الأقصى وفي عديد الدول الأخرى فهديئا لك بهذه الجائزة وبهذا التميز في بلاد تميزت في هذا المجال. حفل إن شاء الله مبارك وإن شاء الله حياة هنية وزواج سعيد وإن شاء الله بالهناء. شاهدت الصدفة بشكل مبين نفس اليوم. الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف. الشهادة الوطنية للإجازة في الموسيقى والعلوم الموسيقية اختصاص موسيقى وأداء يوسف النقاش المعهد العالي للموسيقى بسوسة جامعة سوسة المعدل 17-50. الموسيقى تفتح عالم آخر في بعض الأحيان كما تخرج من العالم المادي وتصبح في فضاء أرحم بالبلد. السياحة والتنشيط والرياضة والتربية البدنية. الشهادة الوطنية للإجازة في علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضة اختصاص تربية بدنية أميمة دلهومي المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف جامعة جندوبة المعدل 17-18. التربية البدنية ما راح حتى في البدن هناك تربية ما مش بعيد عن الجانب اللي متعلق مش بالجسم فقط بالبدن ولكن بالتربية وقواعد التربية البدنية وهذا مهم جدا والتسمية لها دلالة خاصة. العلوم القانونية والعلوم السياسية. الشهادة الوطنية للإجازة في القانون اختصاص القانون الخاص نورهان بوبكر كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس جامعة كارتاج المعدل 15-67. القانونية في جاء السنة الأولى قانون دستوري لمدة سنوات طويلة والحمد لله كشوفها خريجي الكلية بطبيعة الحال وكل الكليات متفوقين بالنسبة لي مصدر افتخار ونعتز بالكفاءة التونسية وبالمدرسة التونسية وأيضا هناك مدرسة قانونية تونسية بالتأكيد تعرض للعديد من النصوص القانونية القديمة مجددا والالتزامات أكثر من قرن وعديد النصوص الأخرى وعديد محاولات وضع نصوص حتى في القرن 19 مثلا في القرن 19 آخر القرن 19 كان هناك مشروع لمجلة الأحوال الشخصية مرة دائما كانت هناك فكرة القانون وفكرة تطوير المجتمع بالقانون. أنت من الأخير مرحبا بك عايشة مرحبا مرحبا وسعيد جدا عشان تسميك هذه الجائزة عايشة.
العلوم الاقتصادية وعلوم التصرف، الشهادة الوطنية للبكالوريوس في إدارة الأعمال اختصاص مالية، ياسين بن علي، المعهد العالي للأعمال بتونس، جامعة تونس، المعدل 1964. المشروع تاع مدينة الطويل وحريص جدا على استكمال وجهة التمويلات مرحلة المباراة لتسليمك الجائزة، ولكن سعيد جدا باللقاء بك وبأهل المويل لأنها لدي علاقة خاصة بها. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وقادمين شباب التونسي بالكفاءات والقدرات إن شاء الله. الشهادة الوطنية للإجازة في العلوم الاقتصادية اختصاص اقتصاديات الأعمال، أنس بن بوبكر، المدرسة العليا للتجارة بصفاقس، جامعة صفاقس، المعدل 18-16. تخدم في الكلية نفسها بعد البنوك بسفاقس. والله أشوف تعمل معناها مش تكمل، المهم تكمل ساعة وتحب تكمل وتقرأ في نفس الوقت على شخاء الظروف المادية ما تسمعش. والله حاول تعمل بس إذا كان فما إمكانية مع في منطقة وفي مؤسسة أخرى، أما بشر بين قرايتنا وتحدى الصعوبة تقول بعد كلها تقعد بقرية كلنا مرينا بصعوبات، ولكن ما دام ثم الإرادة مش واحد يواصل يواصل حتى عندي عندك خبرة العائلة معناها ما فهم مشكلة مالية. المهم ساعة حاجة جميلة إن شاء الله اللي كان فما إمكانية بتعطي حل ما تدخلش أبدا. العلوم الصحيحة التكنولوجيا الدراسات التكنولوجية، الشهادة الوطنية للإجازة في المحاسبة المالية اختصاص المحاسبة والمالية، قمر كريم، المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجابس، الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، المعدل 1795. العلوم التكنولوجية الشهادة الوطنية للإجازة في الهندسة المدنية اختصاص بناء، أسمى الحاجي، المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان، جامعة كارتاج، المعدل 1663. في ميدان الواقع كان مخصص للرجال، ولكن دخلت المرأة والمرأة التونسية حرة وقادرة على تتخصص في كل المجالات. صح. الرياضيات وعلوم الإعلامية والاتصالات الشهادة الوطنية للإجازة في إعلامية التصرف اختصاص ذكاء الأعمال، إيا البرادعي، المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس، جامعة صفاقس، المعدل 1796. هي مشكلة حتى في التسمية، هل أن الأعمال ذكية أم أنت الذكية التي تسيطرين على الأعمال؟ يعطيك الصحة وإن شاء الله مش كمل بطبيعة الحال. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله موفقة.
الناس حاولوا فيكسين. علوم الحياة والأرض والفيزياء والكيمياء، الشهادة الوطنية للإجازة في الفيزياء، اختصاص فيزياء، محمد أمين لشعل، كلية العلوم بتونس، جامعة تونس المنار، المعدل 1768. تاريخ وتقاليد كبيرة ومدرسة تونسية في المجال، إن شاء الله مش تكمل بتاعتها. علوم الهندسة إثر المناظرة الوطنية، الشهادة الوطنية لمهندس، اختصاص هندسة بيولوجية، موغيل ديلان، المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، جامعة صفاقس، المعدل 1720. علوم الهندسة إثر مرحلة تحضيرية مندمجة أو مناظرة خصوصية، الشهادة الوطنية لمهندس في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا، اختصاص إعلامية وملتيميديا، رانيا مسعودي، المعهد العالي للفنون الملتيميديا بمنوبة، جامعة منوبة، المعدل 1573. شكات كل يوم يكتشف مرة يكتشف حاجة جديدة، ولكن المهم بس العقل البشري هو اللي يسيطر عليها. أنا تفكرت إن شاء الله كل جاء مناسبات خاطرة تتوج فيها أيضا، لأن أنا جديرة بالتتويج على أي مكان. الصحة والطب وطب الأسنان والصيدلة، شهادة ختم الدراسات الطبية اختصاص طب، عايشة العباسي، كلية الطب بصفاقس، جامعة صفاقس، المعدل 1676. طب العام وش تكمل الاختصاص؟ شو الاختصاص؟ أمراض باطنية. أمراض باطنية سي جنرال تقريبا الاختصاص كامل، وهي الرؤية الشاملة أفضل من الاختصاصات، لأنك تمكنك من الرؤية كاملة والتشخيص الأهم، خاطر تكتشف الاختصاص في بعض الأحيان ما يمكنك الاختصاص بتاعك، ولكن الطب الباطني يمكنك من النظر إلى كل الأعراض والتشخيص الأمراض. إن شاء الله النجاح والتوفيق، سعيد جدا باش نكون هكا متميزه ومتفوقه.
أمين يا رب العالمين. طب الأسنان والصيدلة والطب البيطري، الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة، اختصاص صيدلة، سمية القرقني، كلية الصيدلة بالمنستير، جامعة المنستير، المعدل 15.83. هي مسألة الكلية الوحيدة في تونس، وكان عدد كبير من الطلبة يجلوا من الدول الأخرى، وما زالوا موجودين بالتأكيد. يعطيك الصحة. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق تكمل مرحلة أخرى. إن شاء الله إن شاء الله التوفيق والنجاح والتميز إن شاء الله. العلوم الشبه الطبية، الشهادة الوطنية للإجازة في التبنيج والإنعاش، اختصاص التبنيج والإنعاش، نادية علوي، المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس، جامعة صفاقس، المعدل 17.24. بالنسبة للتبنيج والإنعاش، أرى من بين أهم الاختصاصات، خاصة في العمليات الجراحية والتبنيج، وفما بعض التبنيج والإنعاش، وبالتأكيد مريت بعض التجارب مرة في واحد يواجه في القوة والإرادة تنقل المريض خاصة بعض يخرج من الأي أي أي يعطيك الصحة إن شاء الله موفقة دائما للفيزا إن شاء الله باش تكمل في اختصاص معين مستر إن شاء الله دائما موفقة إن شاء الله. العلوم الفلاحية والبيوتكنولوجيا والبيئة، الشهادة الوطنية للإجازة في الصناعات والأساليب الغذائية، اختصاص الصناعات والأساليب الغذائية، سيرين الموفق، المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس، جامعة كارتاج، المعدل 17.02. قد خطر كل يوم واحد تتعلم. الهندسة الفلاحية، الشهادة الوطنية لمهندس اختصاص بستنة، غيث سالمي، المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم، جامعة سوسة، المعدل 16.34، تعذر عليه الحضور لتواجده بالخارج. الجائزة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا، جائزة أحسن باحث أو مخترع تونسي مقيم بتونس لسنة 23 و2000، من كلية العلوم بصفاقس، جامعة صفاقس، الأستاذ السبتي الظاهري. سواعدنا وقادرين على هذا بالإرادة وبالعزيمة والإصرار على النجاح إن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقنا جميعا إن شاء الله. شوية دعم والمواد الثقيلة ما كانش أحسن إن شاء الله القادم عفوا إن شاء الله. الجائزة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا لأحسن أطروحة الدكتوراه وطنية لسنة 23 و2000، من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، جامعة صفاقس، الدكتور محمد أمين المرينسي.
الشهادة العلمية في الدكتوراه، آخر شهادة عند الدكتوراه. لازمنا نحن نسيطر على خاطر الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري ما عندوش حدود، والذكاء الاصطناعي هو مصنع البشر في نهايه المطاف. القدره البشريه يسيطر عليه ما يخليش هو يسيطر عليه. طيب يعطيك الصح ان شاء الله ديما موفق. الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والخدمات الجامعية. مؤسسات التعليم العالي والبحث: الجائزة الأولى للمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة، ويتسلم الجائزة مدير المعهد السيد مستاري بوكثير. تفتح أيضا أوسع وأرحب. أيوة جيزة بيقص. نعم، رغم أن الترشيح كان أفضل حتى في مستوى التسمية، لأن من تقريبا الدار العليا ترشيح المعلمين ودار ترشيح المعلمين بالنسبة أجيال وأجيال، وعلى تقارير كبيرة في هذا المجال. هام جدا. نعم، المقترحات والتصورات جديدة انطلاقا من الواقع التونسي. شكرا. الجائزة الثانية للمعهد العالي للفنون والحرف بقفصة، وتتسلم الجائزة مديرة المعهد السيدة نسرين لحول. إن شاء الله مبارك، إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله من نجاح إلى نجاح ومن تميز إلى تميز. ونستفتخر بالمدرسة التونسية بالكفاءات وانتما بين الكفاءات وبين الناس اللي قادرة تقدم بالتأكيد في المجهود الجد والجبار. هذا مشكل كبير. أنا كان على مشكلة النقل وتوفير النقل، الوضع الاجتماعي، علشان ذكرت تفكيرا حتى في الكلمة على الوضع الاجتماعي والتنقل بالنسبة للتلاميذ بالنسبة للطلبة. أنا لابد أن تتوفر هذه الظروف في الدنيا، لأنه مرفق عمومي يجب أن يتساوى فيه الجميع. تعرف لابد من إعادة المرفق العمومي ككل، هو مش من باب الصدفة المجلس الأعلى للتربية والتعليم رغم باب السؤال الوحيد في هذا التربية والتعليم للإيمان بأنه لا يمكن أن نتخلص من ونرفع التحديات في الواقع إلا بالتربية والتعليم، وهي من قطاعات السيادة. الحمد لله، إن شاء الله دائما موفقة وإن شاء الله دائما بنجاح. عيشك. مؤسسات الخدمات الجامعية: الجائزة الأولى المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي ابن أبي الضياف بمنوبة، ويتسلم الجائزة مدير المركز السيد كمال رابعي. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. إن شاء الله، ونعرف العمل الكبير بالنسبة للخدمات الجامعية، نعرف
تقدم الخدمات الجماعية في المبيتات وفي المطاعم. في ظروف طيبة معناها كبير ما كانش موجود في وقت من الأوقات في السبعينات كلية الآداب ثم صار مركب جامعي كامل. تبارك الله ناشطين إن شاء الله في خدمة تونس وخدمة أبناء تونس. الجائزة الثانية المركز الثقافي الجامعي بحي بن عمر بسوسة، ويتسلم الجائزة مدير المركز السيد عز الدين غانمي. إن شاء الله موفق وإن شاء الله تفتح أبواب كبرى لك ولتونس كلها وبالسوا عندنا وبإرادتنا الحرة سربي إن شاء الله بناء صلبا على وبناء نتحدى به كل الصعاب. ان شاء الله. تكريم المتفوقين في قطاع التكوين وزارة التشغيل والتكوين المهني. شهادة المؤهل التقني السامي اختصاص تقني سامي في التصميم والابتكار في صناعة الملابس درة بن منصور المركز القطاعي للتكوين في الإكساء محمد علي بصفاقس المعدل 19.5. وناس متميزة عايشة تفتح أبواب كبرى الدليل على أن الطالبة التونسية قادرة على الإبداع في أي مجال. شهادة مؤهل التقني المهني اختصاص تقني مطبخ شيمة برينسي مدرسة التكوين في مهن السياحة بعين دراهم المعدل 19.30. شفت حكاك أخرى في التكوين فضلك تكوين لاحق بعض الأسلام إن شاء الله دائماً موفقة وناجحة وفخور جداً كما أن الفتاة التونسية تدخل لكل المجالات. شهادة الكفاءة المهنية اختصاص صياد بحري مكرم دباغي مركز التكوين المهني للصيد البحري بجابس المعدل 18.15. تكريم المتفوقين في شهادات ختم الدروس حسب الوزارات رئاسة الحكومة شهادة ختم الدروس بالمرحلة العليا لتكوين مستشاري المصالح العمومية اختصاص رقابة وتفقد وقضاء رحمة شعلين المدرسة الوطنية للإدارة. الإدارة في نهاية المطاف ومجموعة المرافق لو هي ليش فيها ليش خالية الإدارية والإدارية. وزارة العدل شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة فراس الحكيمي المعهد الأعلى للمحاماة. اللي عنده تاريخ طويل في تونس
حركة التحرير الوطني مساهمة أيضا في الحفاظ على الحقوق والحريات وفي فرض احترام القانون. إن شاء الله نوفقك في هذا العمل وفي هذه الرسالة الأمنية. شهادة ختم التكوين التطبيقي الملازم أول للسجون والإصلاح فتحي بريبش الهيئة العامة للسجون والإصلاح. ملازم أول فتحي بريبش أمر السيد الرئيس. صح، إن شاء الله دائما بالتوفيق والنجاح في كل المهام التي ستتولاها. إن شاء الله جدير بهذا التتويج، وإن شاء الله أيضا تفتح التصورات جديدة في هذا المجال. وزارة الدفاع الوطني الشهادة الوطنية لمهندس اختصاص اتصالات الملازم أول منتصر بن نصر الأكاديمية العسكرية. ملازم أول منتصر بن نصر الأكاديمية العسكرية، أمرك يا سيادة الرئيس. الله إن شاء الله دائماً متفوق وأعلم الأمر في هذا المجال أعظم مهام جداً. إن شاء الله على جانب الاتصالات وبالتأكيد رقيت على الاتصالات وتاريخ الاتصالات في المجال العسكري وتطور هذا الجانب عبر العصور، ويحدد في كثير من الأحيان وجهة المعارك بقدر الله الحسن، والتحسب أيضا من وقوع أي اعتداء. الشهادة الوطنية لمهندس اختصاص طاقة وتقنيات بحرية الملازم أول بالبحرية وسام الكراي الأكاديمية البحرية. ملازم أول بحرية وسام الكراي، أنا سيادة الرئيس. صباحنا موفق، نحن عندنا تاريخ كبير في هذا المجال، وأنتم ستصنعون أيضا التاريخ بالنسبة لتونس، وتونس تبقى دائما عزيزة مستقلة أبد الدهر. الشهادة الوطنية لمهندس اختصاص جولان جوي الملازم عامر الطريقي مدرسة الطيران ببرج العامري. ملازم طريقي، أمرك سيد الوزير. مدرسة خاصة وخريجيها بالفعل مطلوبين في المجال العسكري وفي المجال المدني، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح والتميز، وأعرف قدرة السيطرة على الطائرة ليس بالأمر الهين، ولكن الشباب التونسي مثلك قادر على تطويع كل هذه الآليات الحديثة والسيطرة عليها. وزارة الداخلية الشهادة الوطنية لمهندس اختصاص هندسة مدنية الملازم أول لطفي حكيري المدرسة الوطنية للحرس الوطني ببير بوركبة. ملازم أول لطفي حكيري، أمرك يا سيادة الرئيس. إن شاء الله مبارك هو عديد المدرسة ببير بوركبة من أكبر المؤسسات في التكوين، وخرجوها من أبطال تونس،
بطل من بين الأبطال إن شاء الله. الله ربي يحفظكم ويحفظكم إن شاء الله. شهادة ختم الدراسات التطبيقية في مجال الحماية المدنية اختصاص هندسة إعلامية الملازم أول زين الدين ملاوحي الديوان الوطني للحماية المدنية. ملازم أول زين الدين ملاوحي أمر كاسية الرئيس. إن شاء الله مبروك إن شاء الله موفق. والدور اللي تقوموا به دور كبير جدا دور هام ونعمل إن شاء الله على تطوير هذا السلم وتمكين من الأليات التي تتيح والقيام بالمهمة النبيلة التي يقوم بها في أكثر من وزارة المالية. شهادة ختم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد مركزي اختصاص جيبية رياض الجيتوني المدرسة الوطنية للمالية. هذا الاختصاص مش هي في الجوانب الفنية ولكن الأثار بتاعه كبيرة للمجتمع بالنسبة للدولة وبالنسبة للمجتمع. وعندنا العديد من النصوص بالتأكيد تعرضت لها في المجال الديواني وحتى أطروحات الدكتوراه في وقت من الأوقات في بداية القرن العشرين حول الديوانة في تونس وحول الجباية وتطور الجباية من بين أهم القطاعات وأهم شيء هو أن تكون جباية عادلة. وزارة الشؤون الاجتماعية. شهادة التربية الاجتماعية تعليم الكبار الداري سامباركا عمري مركز التدريس الجمعية القرآنية بالقصرين. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. وتعرف من تعليم الكبار من كانت من التحديات الكبرى أثر الاستقلال بتعليم الكبار وحتى عن طريق وسائل الإعلام ربما تظهر وسائل الإعلام والتعليم التعليم الكبار على كتعليم الناشئة الصغار وهذا يعود بالنفع على الجميع. الحمد لله الحمد لله إن شاء الله دائما موفق والنجاح والتوفيق والتميز إن شاء الله. بمناسبة يوم العلم لهذه السنة حرص سيادة رئيس الجمهورية أن يكرم الطالبة أمل جندوز من معتمدية المظلة ولاية قفصة والمتحصلة على الإجازة في علوم التصرف اختصاص التصرف في الموارد البشرية بمعدل 17.94 بالرغم من الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها. إن شاء الله دولة تكون واحد وشوفوا كيفاش نعم.
تبكي جدا ان شاء الله تبقى كفهم هذا الموضوع فرح انت تو في الامتي الدرس انا خرجت تو انا نعرف تبع المسيرة نعم ان شاء الله بكل عمر لا ما نحبوش نقول الزيت من يعني يلزم في بالعهد وكون كيما نقولها من قبل أن نتلقى ونكمل عندي هدف واحد زيد إنسان وأيضا عندي بالثقة وزيد رأيه حتى بالحق عمرك ما قلت حاجة إن شاء الله بفضلك بهتم ناخذ كل المعطيات أنت في المدينة وتعشوا تلاش الإمكانية معنا المتاحة مش تلات حالك في المدينة وتبقى شغل الآن اختتام الموكب بأداء النشيد الوطني.